ولو دكتور، انت بتستاهل. هلا انا رح ادفع حق المواد لانه اكيد ما في شيء ببلاش، ورح نزل عمولتي كتير كرمال عيونك. تسلم، وانا اكيد ما بقصر معك. هذا الكلام اللي عليه علامات، شكلنا رح نشتغل كتير مع بعض لقدام. طيب ايمت رح شوف شيء بين ايدي؟ لانه رح يصير عندي نقص بالمواد. لا تاكلي، كل شيء بوقته حلو، بس المشكلة انت اللي طالبتيهم شغلات جديدة وما بتعمل فيهم بالاساس. يعني لو مورفين كنت دبرتهم بوصفات، بس الانفيتامين شغلته كتير عويصة وبدها دراسة، ما بدنا نستعجل. بيهمني النتيجة. خلاص عبالك، لا تاكلي هم، حطي ايديك ورجليك بمي باردة. اوكي، سلام. معلمة، ألو، صباح الخير. يا صباح النور. لأحلى دكتورة بالعالم، ما عم تبالغ شوي؟ لا أبدا ما عم بالغ، هذا اللي عم بحس فيه. من زمان ما سمعت هيك إطراء. بس هي مو إطراءات، اعتبريها حقيقة عم بحسها كل يوم وكل ما بشوفك. على مهلك علي، مو لهالدرجة. يا ستي لهالدرجة وأكثر. طيب شو بدي اقول لك غير شكرا؟ شكرا؟ شكرا على شو؟ ليك عم تشوفني هيك. ليش عم تضحك؟ لأنه الشكر لازم يكون إليك. فتون، شكرا لأنك بحياتي. شكرا لأني عرفت حدا مثلك. شكرا. رجعتي تقولي شكرا؟ شو بعرفني؟ تلبكت خلاص، ما بعرف شو بدي أقول. فيني شوفك اليوم؟ لا ما بعرف لسه، هلا بشوف شو في عندي وبحاكيك. بس اعملي جهدك. ايه اوكي، انتبه لحالك كتير، استمتع بيومك. وانت انتبهي لحالك. يلا صار لازم ارجع على الشغل. سلام. باي. ليش ما بدك تطلع؟ كنت متمني نقضي السهرة مع بعض. وأنا هيك متمني، بس المشكلة أنا واعد فتون. مين فتون؟ فتون هي الدكتورة اللي مستلمة مستودع الأدوية اللي بتجيب لك المواد من عندها. حلو، معناتها الموضوع قرب. هلا أنا عامل خطة ورح بلش فيها من اليوم، فبتصور إنه فعلا قرب. وأنا عند وعدي بكل شيء، وهي رح تكون بس البداية. أكيد رح نستمر. أكيد، أنا جاهز. يلا ما رح أصلك، رح أستنى منك تليفون. لا أنا ما رح أتصل. ما فهمت. من طبعي إني ما بحب خيب توقعات حدا فيني. وأنت متوقع إنه نكمل السهرة مع بعض؟ تكرمي. وأنا ما بحب يخيب توقعي بحدا. سلام.